حاجات مثلا لو في حاجات بس تتعلمها، حاجه بسيطه تتعلمها فيه، بحيث زي ما بنشوف كده على اب وورك مثلا، هو حد عايز مثلا يعمل ويب سكرابنج مثلا لحاجه معينه، حاجه بسيطه كده يعني، مش متعمقه او مش اه بص، ما هي المشكله كلها ان ممكن يكون تاسك صغير، ان انت بس بتفيدش داتا معينه من على موقع معين وترتبها له في شكل بيانات معين. المشكله الحقيقيه انك انت مهما كانت الصفحه دي بسيطه او كبيره او فيها شغل او ما فيهاش شغل، انت لازم يكون عندك نولج معينه، فاهمني ازاي؟ عشان تقدر توصل ان الموضوع بسيط، عشان تقدر توصل ان الموضوع بسيط لازم تكون عندك يعني 1 2 3 4 10. لكن انا لو قلت لك 1 وخمسة وثمانية مثلا، ثلاث نقط كده على السريع، عمرك ما هتقدر تبقى تقدم على الفكرة أصلا، يعني عمرك ما هتقدر تاخد يعني تاسك وتشتغل عليه وبتاع، مش هتقدر تعمل ده، فاهمني؟ صحيح. وهتبقى عارف إن أنت لسه قدامك كتير، وهتبقى ومش هتقدر تنجز ده. يعني فالفكرة محتاجة يعني شغل، فاهمني؟ محتاجة شغل وتبقى فاهمها كويس، وبعدين بتبدأ بقى إيه تفهم ازاي هتمارس وتشتغل على الفكره وتسكراب ازاي وتقدر تاخد منها منين وتعمل ايه. يعني موضوعات يعني جميله، بس هي مش منتشره قوي، لكن هي جميله، لكن هي موضوع الموضوعات المهمه يعني. يعني احنا واحنا مش في نص الكورس، احنا خلاص يعني في اخر الكورس، يعني لنا حاجات بسيطه يعني. احنا في تمام تمام احنا ان شاء الله يعني بعد الاورينت ريز باذن الله هنبقى يعني تقريبا خلصنا الكورس بتاعنا، وهنبدا نشتغل في الجزء الاديشنال يعني الاضافي اللي احنا اتكلمنا عليه، اللي هو خاص ب سبارك. باي سبارك. يعني هيبقى خلاص الكورس انتهى، وبدانا ناخد شويه معلومات جديده عن موضوع الباي سبارك زي ما قلنا. مش هيبقى احنا يعني خدوا بالكم، انتوا واخدين مرحله جامده قوي. فانا في بعض الناس بيكلموني من الطلبه زمايلنا ان هم شايفين ان الكورس تقيل. انا ما اعرفش ليه بصراحه، انا شايف الكورس خفيف جدا ولذيذ، وفي شغل كتير وفي برامج كتير ويعني، بس ممكن يكون هم مثلا الناس مش فاهمه يعني ايه ان انا متدخل في اكتر من برنامج، وان ممكن يحصل معايا ايرورز كتير، مش عايز ده، بيخاف من الايرورز، مش متعود عليها، وده طبعا ده مشكله كبيره يعني. في نفس الوقت بيكون بعض الناس بيحصل لها مشكله، وانا بقولها لكم بامانه يعني، دي الحته دي اكيد يعني، ان لما الطالب بيتحط في موضع ضغط بيتضايق، ما بيبقاش قادر يستقبل الكورس كويس. ايه هو موضع الضغط؟ انك مطلوب منك تعمل بروجكت، تعمل بروجكت واثنين وثلاثه واربعه، انت ما فين انت فين انت فين انت فين انت، كان في حد بيضغط عليك دايما، فين انت فين انت فين انت فين انت، فانت بتبدا ايه تنفر من الكورس، او مش قادر تتماشى معاه، او مش قادر تخلص كل ده، او مش فاضي، او ايا كانت الظروف، بتلاقي نفسك ما بقتش قادر تستوعب الكورس، فنفسك اوتوماتيك بتبدا تقول لك ايه، طب خلاص يا عم انت مش ماشي في الموضوع دوت، او الموضوع ده صعب، او الموضوع دوت هو النمط جديد بس يا دكتور عادل، مش الحكايه اللي النمط جديد، مش خوف او الواحد بياخد موقف، الواحد داخل من البدايه وعارف الحاجه صعبه، بس هو النمط جديد بس. ايه النمط بالنسبه لك عشان ابقى فاهم يعني ايه نمط؟ لا اللي هي الايه، السرعه غير المعتاده، بس ادي الحكايه يعني ايه. الواحد انا مثلا لما كنت بدرس الحاجه كنت باخد المحاضره او الموضوع ونروح، هو الواحد بيبقى عنده طوله بال على القعده، بس ما بيستعجلش على وصول النتيجه. فممكن مثلا اخد النهارده المحاضره مثلا في الكليه واقعد بتاع 30 40 ساعه قاعد ويلا، لكن بقى ايه، يلا اهو دلوقتي خلص، دي هي دي الجديده، بس الواحد مش عارف يتاقلم معاها. فانت حاسس الدنيا سهله ومش ملاحقها يعني، تقصد كده يعني؟ لا هي سهله، لا ما فيش صعوبه، بس هي بس هو يعني حضرتك، انا مثلا بقعد بره البيت حوالي في الشغل اللي هو الشغل بتاع الحكومه حوالي من 8 ساعات ل 10 ساعات بحرك، فبرجع انا طبيعه الدراسه ممكن نقعد في الكلمه يعني شهر نالف في الكلمه يمين وشمال وعلى مهلك يا ابني وركز، ولازم تعرف الالف دي هنا لازمتها ايه وخد راحتك. دلوقتي المجال اللي بحضرتك اللي داخل فيه ده مفيش، خد راحتك، لا اخلص بس، فدي ده الفرق.
فتلاقيت نفسي انا نفسي مثلا تلاقيت نفسي يعني انا عندي القدره اللي انا اقعد يومين شغل متواصل، ده عندي القدره دي نظريا حضرتك، لكن بقى ايه عمليا ما مارستهاش الا في ظروف معينه ما كانتش كتير، فيبدو ان المجال ده هو ده المعتاد بتاعه. فهي دي الفرق اللي الواحد بايه بيحاول بيخش فيها بس مش اكتر. ده الفرق عندك انت، انك انت مش معتاد على الربح عن نفسي. ولا نعم بتكلم عن نفسي ما بقولش للناس خالص. انا فاهم، لان كل واحد فيكم بيتواصل معايا بيبقى ليه يعني احتياجات خاصه وليه فكر معين، فكل واحد بيشرح لي حاجه بيبقى يعني وجهه نظر غير الاخر يعني بسبب ظروفه و و و و فطبعا يعني دي وجهه نظر اخرى، ان انت يعني ماشي بريتم معين، وهنا لقيت نفسك انك الريتم سريع، اذا بسرعه خلصنا موضوع، اذا بسرعه دخلنا في موضوع تاني، اذا بسرعه دخلنا في موضوع تالت. ثواني بعد استاذنكم، ثواني بعد اذنكم. اتفضل. استاذ مجال عمل حضرتك ايه؟ نعم؟ مجال عمل حضرتك؟ انا مفتش دعوة في وزارة الاوقاف. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، ربنا يزيدك يا رب. ما شاء الله. وحضرتك بقى داخل مجال البرمجة يعني عشان محتاجه في شغلك، ولا هو بس حابب تستزيد؟ هو اكل عيش ومحتاجه لشوية افكار كده مجنونة بتاعت مشايخ. ما شاء الله، ربنا يزيدك يا رب. الله يحفظك يا رب، الله يخليك. ايوه انا معاكم. يعني بعد اذن حضرتك يا دكتور عادل. ايوه انا لما رحت الكليه الاسبوع اللي فات، فالدكتوره اول ما دخلت تقول لي اعملوا برزنتيشن مش عارف عن تطبيقات البايثون في الذكاء الاصطناعي، فرحت قلت لها حضرتك انا جاي من بره خالص ويا دوب معلوماتي في الانجليزي اي بي سي دي. قالت لي ماليش دعوه. قلت لها مش عارف اعمل. قالت لي مش شغلتك، مشكلتك. والله قعدت 3 ايام يا دكتور عادل منام ومش عارف اعمل ايه. المهم عملت اي بطاطا اي بدنجان كده ورحت قلت لها اهو. قالت لي خلاص بس كده اهو، شفت العناوين؟ قالت لي بس مش عايز حاجه. قلت لها يعني ايه؟ قالت لي انا عايزه اللي انت اطلب الحاجه تتعمل دلوقتي، اللي انت لو اشتغلت في الموضوع مالوش دعوه انت عارف مش عارف، روح اعمل وتعالى دلوقتي. قالت لي هي دي اللي انا عايز اوصلها بس. فهي الحته دي، لكن الكلام بتاعكم زي الفل والله يا دكتور عادل. والله طبعا دي قصه ثانيه كده. انا يعني بقول ببساطه يعني عشان القصه ما تتفرعش، يعني احنا بنتكلم في كورس ازاي بنتعامل مع البيانات، في عندنا اشكال كتير للبيانات، في عندنا برامج كتير بتختص بالبيانات الى اخره، ولذلك القصه دي بنضطر ان احنا نتنقل من نوع لنوع 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 عشان يبقى فعلا قدرت انا من خلال بايثون بقدر اتعامل مع البيانات بشكل سليم، ولذلك احنا بنتنقل ما بين انواع مختلفه وما بين برامج مختلفه على طول. وده ممكن يكون يعني بيلخبط بعض الناس. في بعض الناس بتقول لك مثلا انا الكورس كله هو انا بشتغل ماي سيكوال بس مع البايثون بس، الكورس كله اولا عن اخر، ما اعرفش اي حاجه عن البيانات الثانيه ولا الانواع الثانيه ولا اشكال البيانات الثانيه ولا اي حاجه خالص. فبيتعلم يسطب البرنامجين وبيقعد فيهم اسبوعين يقابل مشاكل، وبعدين يا دوبك يبدا يكتب وراك، وعلى ما يبدا يمشي حاله ويكتب له 3 4 اكزامبلز يكون الكورس خلص. طبعا الجو ده مش هينفع، لان الجو ده معناه ان انت لازم تكسر الحاجز ده جواك، يعني لازم تكسر الحاجز ده ذات نفسه جواك انت، لان
لو مشينا بالريتم ده هتاخد من المعلومات يعني ما هو يعني قليل جدا، ومع انك انت المفترض ان الكورس ده كورس متخصص جدا في التعامل البايثون مع البيانات، يعني احنا مركزين على حته، فمش عايزين يبقى مركزين في حته وفي الاخر ناخد منها قشور برضه، مش معقول. فاهمني؟ احنا مركزين على حته هي البايثون مع البيانات، فاحنا بناخد كذا شكل وكذا برنامج وبتاع كله بيانات، وازاي البايثون بيقدر يتعامل مع كل الاشكال المختلفه دي. فلازم نبقى مركزين في يبقى متخصصين شويه، فبنشوف حاجات كتير. انا تيجي تقول انا بقدر اتخلي البايثون بتاعي يشتغل مع اي داتا، انت راجل متمكن ودارس 4 5 6 انواع، يعني حد تقيل، مش مثلا عرف له يا دوبك يعمل كونكشن على ماي سيكوال وخلاص وهو ده الاول عن اخر. فاهميني الفرق؟ فلازم نكون فاهمينه. فانت اللي عايز تستفيد بشكل اقوى في الاخر، انت ممكن تشتغل على برنامج واحد منهم او اثنين بس وخلاص، انا ما بقولش لا، لكن انت بتاخد كورس متخصص ليه؟ مش بتاخد كشور او مش متوجه في حاجه، او انا لو بديك مثلا ويب مثلا، فطبيعه الحال مش هقعد بقى خليك تتعامل مع كل انواع البيانات، انا مش فاضي الكلام ده، انا عندي ويب وعندي شغل كبيره جدا وعندي فكر مختلف، هاخد داتابيز واحده وكونكشن واحد واشتغل واكمل، وده هيبقى الصح بتاعي ساعتها. فبنزل ان مش الكورس مش متخصص في ان انا اقعد اربط مع قواعد البيانات المختلفه ومع انواع البيانات المختلفه، لا مش ده موضوع الكورس. الكورس بيتكلم على اتجاه تاني اسمه ويب، فمحتاج داتابيز معايا فاخد اي واحده واكمل بيها. فاهمني؟ فده الصح. فاهمين الفكره يا شباب؟ ده الصح. لكن احنا المره دي بنتكلم، لا احنا بنتكلم احنا في انواع البيانات بقى والداتابيزز المختلفه، فعشان كده احنا متخصصين في النقطه دي. فبيجي لنا ايرورز طبيعي، يعني الناس عم يكلموني اصل انا يعني مش هينفع في الكورس ده، وبيتحبطوا نفسيهم ليه؟ اصل طلع لي ايرور، يعني حاجه عجيبه جدا، انا مش عارف الناس يعني ازاي يعني تتراجع لمجرد انه طلع له ايرور، وانت عايز الدنيا، انت في المجال بتاعنا عايز الدنيا وردي، لما احنا اصلا بنروح عشان نشتغل عشان ايرورز اساسا، يعني ومفيش ايرورز كانت الدنيا مشيت زي الفل، كان ماشي بقى احنا لينا وجود يعني. يعني لان كل التكست العادي النص العادي ده ما هو كله اصلا هيبقى ثابت، لكن انت محتاج تطور من مهاراتك وتطور من نفسك. تطور من نفسك ومهاراتك ليه؟ عشان لما تقابل مشاكل تعرف تحلها. فاهمني؟ فانا يعني ببسط كل شويه وبقول يا جدعان مش محتاجين يعني ركزوا على دي بس. قلت لكم ركزوا على البروجكت بتاع ريستفول اي بي اي بس. صح؟ وبعدين قلت لكم ركزوا يلا عشان هنتنقل على الداتابيز، طب انا عايزكم تشتغلوا الكورس بتاع الحته البارت بتاع الماي سيكول. وليكن يعني عندنا ميزه مهمه جدا جدا في الكورس قلت عليها المره اللي فاتت، الكورس مش كله ديبندنت على بعضه، مش كله معتمد على بعضيه، الاجزاء مش معتمد على بعض بشكل كامل. يعني احنا المره اللي فاتت اخذنا الماي سيكول كانت قصه لوحديها، لو انت عايز تشتغل معايا من اول هنا اشتغل معايا من اول هنا وركز. مش لازم ان انا المعلومه اللي المفروض اقولها لك في ساعه عشان احسسك بقيمتها افردها في 5 6 ساعات، حرام. انا عارف ان هو ده اللي بيحصل بس حرام. انا يعني عملناها وطبقناها وطبقنا كل افكارها خلاص، انقل يعني انجز معايا عشان حرام نستفيد بوقتنا. بدل ما اقعد اعد لك ونعمل كمان واحد تاني وكمان واحد تالت وعاشر كمان، وهو الكلام. فاهمني يا شباب؟ طه فاهم. نعم. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. محمد مرزوق معك. انا كنت الحمد لله تمام. انا عملت المشروع اللي فات وربطت الاكواد هي ما غيرتش اي كود، ربطته بماي سيكوال وسيكوال سيرفر مع بعضه من غير ما اغير اي كود غير كود الكونكشن. النقطه اللي انا عايز اكلم حضرتك فيها ان الناس دايما بتتكلم في الكورس حتى واحنا لسه في نص ازاي نتعامل مع الداتا، ان عايزين الماشين ليرنينج وعايزين اي او تي وعايزين حاجات متقدمه قوي. ليس الاماني بالتمني، يعني هم بيقولوا كده وهم اصلا مش يعني عندهم مشاكل في ان هم يربطوا الداتابيز. اي كلام طبعا. هي النقطه عندي انا كده، انا يعني انا خدت مثلا وقت ان
اعمل الكونكشن واطبق مبدا البولمورفيزم على اساس ان انا استدعي حاجه واحده واعمل انهيرتنس، فبقى البرنامج كله بلا استثناء مجرد ان انا اغير هينهيرت منين هيشتغل، لا اما سيكوال سيرفر لا اما ماي سيكوال واي حاجه واي حاجه كده ريليشن اي حاجه سيكوال اي حاجه ريليشن. فانا عملتها بعد صعوبه، انا لقيت الناس بتتكلم في حاجات متقدمه جدا، فهل انا مستواي متاخر او دخلت في مجموعه قويه ولا ايه الحكايه؟ لان انا لسه ما اعرفش مجموعه مين. مجموعه قويه يا استاذ محمد، حتى يبان حضرتك اللي عملت المشروع على اللي هو المشاريع مين اصلا بتتكلم على الناس بتتكلم مثلا عايزين دي توجهات، مش معناها ان ده اقوى من ده، ده قمه يعني التواضع الفكري ان انا اقول ان اللي بيتكلم في ماشين ليرنينج هو اشطر من اللي بيتكلم في الكوميرشال ابلكيشنز مثلا، ده ملوش علاقه خالص، ده اتجاه وده اتجاه، مش حد انه ما فيش حد في الاتجاه ده، الاتجاه ده ارقى من الاتجاه ده، احنا واخدين الفكر ده لكن ده مش صح، ده مش صح. يعني انا بشوف الناس ايه ادم دم الصح يبقى انا صح، لاني انا لسه قدامي حاجات كتيره جدا عشان اوصل لده. مش حاجات كتيره جدا ولا حاجه، مش حاجات كتيره جدا ولا اي حاجه من الحاجات اللي بتتكلم فيها دي. انت ممكن دلوقتي بالمستوى اللي انتوا اخدتوه ده انتوا جاهزين تخشوا على ماشين ليرنينج، مفيش مشكله، بس انا لا احبس ده. ليه؟ لان هتوصلوا زي الناس اللي بتوصل في السوق، الناس بتخش كورسات ماشين ليرنينج مثلا على سبيل المثال، مع اني ما شفتش حد في المجموعه بتاعتكم بيتكلم عن ماشين ليرنينج ولا حاجه، بس انا بكلمك انت يعني انت ممكن تكون تسمع من كده. فتلاقي ان الشباب بعد ما اتعلم له شويه بروجرامنج كده بالبايثون هوب على طول نط على ماشين ليرنينج كويس، انا ما عنديش مشكله. طب يا ابني انت بتعمل ايه؟ انا مش لسه بشتغل كونسول. طب الماشين ليرنينج دي يعني الماشين ليرنينج دي يعني زي ما بيقولوا كده كريزه بتتحط فوق الكيك، انت بتعمل حته فيها ماشين ليرنينج كده في السيستم بتاعك، انت ما عندكش كيك اصلا، انت بتتعلم الكريز بس وبعدين. فانت يا ابني طب بتعرف تطلع موبايل ابلكيشن؟ لا ما اعرفش. طب بتعرف تطلع موبايل ابلكيشن؟ لا ما اعرفش. طب بتعرف تعمل ايه؟ انا بعرف اشتغل ماشين ليرنينج. يا سلام. بس انا عشان ترن لي اكزامبل، بترن لي اكزامبل ويطلع لي النتيجه. ايوه ماشي، هل ده معناه ان انا بقيت شغال؟ لا طبعا مش شغال، انا مش شغال. ومعلش مع احترامي ليك انت مش شغال، انت ممكن تخش جوه تيم كبير وتبقى نقطة من النقط ماشي معاك صح، لكن انت شغال وتعرف تطلع حاجة؟ لا ما بتعرفش تطلع، وهتبقى طول عمرك بشكل ما بتعرفش تطلع حاجة. لكن انا دلوقتي لازم الاول، او انا ده السياق اللي انا برضاه او اللي انا متخيل ان هو صحيح، ان الاول لازم تطلع بتعرف تطلع ابلكيشنز معينة بالشكل الطبيعي، يعني بتعرف بروجرامينج كويس، بتعرف تتعامل مع الانترفيس كويس، بتعرف تشتغل باك اند كويس، وبتعرف تشتغل فرونت اند كويس. فرونت اند سواء كان موبايل ابلكيشن او ويب ابلكيشن، حتى الديسكتوب ابلكيشن بشوف من حساباتي خاطئ. يعني ما بقاش في السوق مطلوب زي الاول. زي ما كان مش مطلوب اساسا غير نادرا يعني. تمام؟ في بعض يعني الاماكن البسيطه، بعض الحاجات البسيطه، لكن الاغلب كله خلاص بقى ويب ابلكيشن وموبايل ابلكيشن. طيب. بعد ما عرفت اطلع ويب سايت او عرفت اطلع موبايل ابلكيشن خلاص عايز ارتقي بالمستوى شويه. يعني عايز احط حاجه من الحاجات اللي هي تقدر يعني تديني امكانيات اعلى وابقى مستواي اعلى، بس من ان انا مجرد بشتغل ابلكيشن بتاع بيانات عاديه، مع ان ده بحد ذاته مش بلاي. انك تعرف تطلع ويب سايت قوي بيشتغل في الحاجات الاساسيه وبيعرف يعمل الويب سايت زي اللي موجود على الانترنت وبتعرف تعمل شغل خلاص ده كويس، او بتعرف تطلع موبايل ابلكيشن زي اي موبايل ابلكيشنز موجود بتاع شغل من الالعاب والكلام الفارغ والتطبيقات الفارغه والكلام ده، بتكلم على الشغل على البيزنس. يعني اعرف اعمل سيستم مثلا لشركه تمام بتعرف مثلا تاخد بيانات العملاء بتاعتهم وتشتغل معاهم وتسبورت ليهم، يبعت لهم بيبعتوا لها بيانات بترد عليهم مش عارف ايه كويس. بعرف اعمل مثلا موبايل ابلكيشن مثلا لمستشفى كبيره مثلا عايزين يدخلوا المرضى بتوعهم على موبايل اب يحجزوا مواعيد وبيعملوا او ده اكل عيش او ده يعني الشغل اللي في السوق. سيبك انت من الكلام اللي هو بوم بوم وما فيش شغل ده تمام. الابلكيشن اللي دي فرق ما بين وما بين الكوميرشال ابلكيشنز او سايت. فانت بتوصل عند المستوى ده في حد ذاته اصلا يعني انت كده بقيت
قوي وشغال في السوق في الحتة اللي هي بتأكل عيش. خلاص شركات عايزاك جي اي اس ابلكيشن، زي ما انا بيقول جي اي اس ابلكيشن، جي اي اس ابلكيشنز مهمه تمام. الجي اي اس ابلكيشن هي جيوغرافيك انفورميشن سيستم، اللي هي الحاجات الجغرافيه تمام. في شركات قايمه على الحته الجغرافيه دي بالكامل تمام، بتلاقي الشركه كلها شغاله على الماب والاوضاع بتاعتها. في منها شغال مثلا في مجال الكهرباء مثلا، في منها شغال في مجال الغاز، وفي منها شغال في مجال الصرف الصحي، وفي منها شغال على الابلكيشنز اللي هي خاصه بقى اللي هي العامه زي الوصول لمكان لمكان زي جوجل وزي كده. بس الحاجات دي خلاص يعني ما بقاش ليها شغل قوي، يعني الناس بتحلم لسه بيها. بس يعني انا بتكلم حاجات الكوميرشال برضه، تلاحظوا ان انا جبت كل الافكار الكوميرشال برضه اللي هي شغل في السوق ومطلوبه تمام. يعني زمان عايز يعمل ابلكيشن شبكات فايبر ومش عارف ايه والاخر. ده توجه تاني هو مش عريض قوي في السوق كطلب، لكن موجود تمام، موجود وحاجه جامده وبتاعت شغل وبتاعت اكل عيش يعني تمام. طيب اوصل للمستوى ده الاول، وبعدين اتكلم في ان انا اعمل ايه، في ان انا اقدر احط مثلا حته ان يفتح الكاميرا اقدر اتعرف على شكله مثلا فتعلم كمبيوتر فيجن مثلا على سبيل المثال، انت اي اي كده تمام. لا والله انا عندي في الابلكيشن بيعمل كذا كذا، وبناء عليه انا اقدر مثلا عايز اوصل بعمل ابلكيشن تعليمي، والشركه خلاص نجحت وبقت الابلكيشن موجود والناس تتعلم، وعايزين نضيف فيه مثلا حته ان البرنامج يقدر يفهم الطالب ده بيتعلم ازاي، وابدا اديله اختيارات او اسلوب الاسئله تبقى في الاطار اللي هو بيفهمه بالاساليب اللي هو بيفهمها. مشروعات نديله مشروعات اكزامبلز اسئله على حسب هو بيحب ايه او بيفكر ازاي. فعايز اعمل حته ماشين ليرنينج هنا، اقول لك صح هو ده فاهمني، عشان تتعلم من اليوزر تديله الايه البروفايلنج بتاعه على حسب الى اخره. لكن انت اصلا ما عندكش سايت ولا عندك موبايل ابلكيشن ولا عندك اي حاجه، وعايز ترن اكزامبل وتعرف ان انت ايه بتعرف ترن الاكزامبل، خلاص ما عنديش مشكله. بس انا مش شايف ان هو ده الصح، فهمتوني؟ انا كمحمد مرزوق عايز اوصل ان انا اعمل برنامج ويب ابلكيشن او موبايل ابلكيشن قوي، وفي اللي بعديها ان انا اقسمه الموديول او موديل، ان واحد يقول لي وما اهدمش الاستراكشر واعيده من اول وجديد زي ما شفتها في اودو وانا بتفرج عليه، انا ما بعرفش برمجه بس اتفرجت عليه. فواحد مثلا يجي يقول لي انا عايز اعمل مخزن، بعد ما اعمل له المخزن قبل ما اسلم المشروع يقول لي ربنا فتح عليا وفتحت بوينت اوف سيل. انا هنا ساعتها بقول له ده انا هيدي لك البرنامج كله من اول وجديد وابدا ابنيه لك. بس انت فكره ان انت بتعرف تشتغل اوبجكت فاكت او لا، دي قصه في المبادئ خالص، انك لو مش عارفها تبقى مشكله كبيره فاهمني. احنا بنتكلم على وتفكيرك في السيستم ذات نفسه برضو، ده قصه ثانيه. في واحد بيبني الاستراكشر بشكل ان هو بيسلم بعضه بشكل معين، في واحد ثاني بيبني الابلكيشن عايز اخلص وقلب. دي قصه كان ازاي، دي قصه ما لهاش دعوه بانك انت بتعرف توصل للحاجه ولا لا. في واحد محترف في اسلوب بنائه، وفي واحد يعني كوليشن كده بس بيخلص وخلاص. في ده وفي ده. ده اسلوب بناء، لكن هما الاثنين بيعرفوا يبنوا. فهمتني؟ انا كل اللي عايز اعرف المسار اعمل ايه. انا فعلا زي بقول لحضرتك، انا بعمل برنامج ممكن يتباع، بس لو حد زي حضرتك مثلا مبرمج بص على الاكواد اللي جوه وبص على طريقه بنائه يعني هيقول لي انت مش مبرمج. بص ده هاجس ملوش مش صحيح. ده هاجس انا عارفه كويس جدا، حتى بيجي لي حتى الناس المبرمجين في الشركات اللي بيشتغلوا معانا. خلاص طب انا مثلا كتيم ليدر عليهم او بروجكت مانجر عليهم او كده وبتابع الناس، يبقى كل خوفهم كله في تفكيرهم كله ان انا هشوف الكود وهبدا اراجع عليه. طبعا مش انا بس، انا بتكلم على يعني اي حد بنفس الشكل، بيبقى فيه قدامه واحد مبرمج او واحد على منه تيم ليدر او واحد على منه مش عارف ايه، وكل مشكلته ان هو خايف ان هو هيبص عليه ويقول له انت ما بتفهمش حاجه، انت حمار، انت مبوظ الدنيا، انت تمام. ده هاجس كل مشكلته ان هو يخليك تفقد الثقه في نفسك تمام، وفي نفس الوقت تبدا تنهار او تبدا تنزل لتحت. ليه؟ لانك مستواك هيبدا يقل جدا. ليه؟ لانك انت مش هتنجز بسرعه، خايف انت تكتب الاسلوب ده. لا طب اخش اشوف انا اكتب انا اسلوب احسن، طبعا انا مش عارف
وتلاقي نفسك بتضيع وقت كتير في حاجه اصلا المفترض كانت تخلص منك بسهوله تمام، تخلص منك بسهوله، انت ضيعت فيها وقت كتير. ده واحد. اتنين، بتلاقي نفسك قدام بدائل كتير جدا، فبتبدا بقى تضيع وقت اكتر انك تبدا تقارن ما بين البدائل و و و و و عشان تختار البديل الاسلم. خلاص، وفي الاخر انت قدام بدائل عماله تتغير. يعني ايه عماله تتغير؟ يعني الحلو قوي دلوقتي بكره مش هيبقى هو الحلو قوي يعني، والعكس صحيح. ده الميزه اللي كانت في دوت بكره تنزل في ده، واللي كانتش في ده بكره تنزل في ده. فاهم انت؟ فالعمليه عماله تتغير، فالمعايير اللي انت بتتكلم بيها دي وعمال تقيس بيها هي اصلا معايير بتتغير. انت مش حاطط في دماغك انها تتغير، انت عايز تقيس دلوقتي احسن حاجه في الكون تعملها، مش بس البيست براكتس، لا افضل حاجه في الكون. فاهم ازاي؟ وده مش صح. تمام. انا مبدئي غير الناس اللي بتتكلم على الانترنت دي وبتقعد تهجس، هم اصلا ولا برمجوا ولا عاشوا في شركات ولا في مشاكل، وبيقعدوا يقولوا اي كلام باي كلام وبيخوفوا الناس وبيصعبوها على الناس، والناس في الاخر ما بتقدرش تكمل في المجال بسبب كلامهم الفاشل. يعني من وجهه نظري يعني، لان هم لو عاشوا في السوق وقعدوا مع مبرمجين وماسكين تيمز وشايفين المشاكل وعارفين اللي بيحصل مش هيقولوا اللي هم بيقولوه ده. احنا في الشغل بنوصل لمستوى اسمه الجود انف. جود انف خلاص انا بقف. يعني ايه؟ انا عايز اوصل للمستوى مش البيرفكت، لان مفيش حد بيوصل للبيرفكت. ولو قعدنا نسعى للبيرفكت هنقعد كتير ومش هنوصل له، كده كده مش هنوصل له. خلاص، احنا بنوصل لحاجه اسمها جود انف، يعني كده كويس، كده كويس. طب ما انا ممكن احسن، اقول لك معلش بلاش تحسين اكتر من كده، لان مش هنستفيد باكتر من كده تحسين، خلينا نعمل الخطوه اللي بعد كده. هو ده دايما اللي في شغل الشركات، الناس اللي بتنجز بتمشي على المستوى ده. والكلام دوت مش 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 يعني مش بمزاجي، يعني مش بمزاج على صبور، لا ده منهجيات موجوده يعني في الحاجات الحديثه. طبعا انا عارف ان مخ العرب شويه متاخر في الافكار، هو متخيل ان هو افضل حاجه في الكون دايما هي دي الكويسه، غير كده لا. لكن انت لما تخش مثلا على، يعني لو انا دخلت على سبيل المثال، يعني انا لو دخلت عملت سيرشنج كده مثلا وقلت والله انا محتاج مثلا خرجنا بره الموضوع بس ما خرجناش قوي، يعني قلت مثلا سوفت وير انجينيرنج، الناس اللي بتبني بقى سوفت وير وعارف تمام، وكتبت جود انف مثلا، هتلاقي ان ده مبدا من المبادئ. خلاص، ده مبدا من المبادئ الاساسيه. انا مش عارف في حد بعت حاجه ثانيه، بس انا مش عارف اقرا كده ثواني هقراه، بس انا يعني هخش على المبدا ده. المبدا اللي اسمه جود انف، تمام؟ ده مبدا من المبادئ. انا هنا مفيش تفاصيل ليه، بس هو مفهوم الفكره بتاعته. بس هو انا عايز ارجع طبعا، انا ببحث عنه من مجال السوفت وير انجينيرنج. طيب، مفيش شرح هنا كويس، بس انا عايز اقول ان انا لو انا جيت وانا بعمل ديفلوبمنت، وانا بعمل ديفلوبمنت الابلكيشن، فاليوزر بيطلب مني شويه طلبات، تمام؟ وانا ببدا اشتغل عشان البي هذه الطلبات، او ممكن نكتب كده، ايوه هو ده، تمام. هتلاقي هنا هو بيتكلم على حاجه اسمها الفاليو والايفورت، تمام، القيمه اللي بوصل لها والمجهود اللي بيبذل، تمام. فبيتكلم هنا ان احنا كل ما بنحاول نوصل للحته اللي هي بقى فوق دي، فوق السهم ده اللي هي بنسميها البيرفكت، تمام، مع ان مفيش حاجه اسمها توصل للبيرفكت اصلا. البيرفكت هو ربنا بس، مفيش حد تاني يوصل للشكل النهائي بالعمليه دي، محدش بيقدر يوصل للكمال في الشغل كله بتاعه ايا كان، تمام. احنا بنيجي عند مرحله معينه الايفورت عمال يزيد، خلاص، وبالتالي المجهود عشان نقدر نوصل، والجهود لسه هيوصل تاني، ولسه ممكن نقدر نحسن ونقعد نحسن في الشغل ونقعد نحسن في الشغل ونقعد نحسن في الشغل. خلاص، في نفس الوقت احنا عمالين نحسن في حته صغيره. ما هو يعني ايه؟ انا خلصت دي، خلصت مثلا موديول معين، فالموديل عمال احسن فيه، عمال احسن فيه، عمال احسن فيه، وانا لسه واقف عند موديل واحد، فانت فعليا ما بتنجزش. يعني انجازك على الخط واقف. انجازك عمال تعمل كده بس انت انجازك واقف.
فانت هنا بتقلل الانجاز وفي نفس الوقت عمال تعلي في الايفورت. لما بتعلي في الايفورت الفاليو بتاعتك بتقل، الفاليو بتاعتك بتقل مش بتزيد زي ما انت متخيل، لان الموضوع هنا الايفورت غير الفاليو شغال. انا الفاليو بتاعي عايز اوصل للسيستم اسلمه بعد 4 شهور تمام. انت عايز تسلمولي بسبب ان انت عملت زي حسن كل حته تعملها دلوقتي حسن فيها انت هتسلمولي بعد سنه، فالفاليو بتاعتك ضاعت اصلا، قيمه الشغل بتاعتك ضاعت. ليه؟ انت عمال تحسن وبتاخد وقت اطول 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 وبتبذل مجهود اكبر وفي نفس الوقت مطلع لي حجم اقل من العمل، حجم اقل من العمل. فاحنا بنقول لا، الكلام ده مش صح، المفهوم ده مفهوم خاطئ تمام. كل مشكلته ان احنا اتبنى اصلا غلط، واحنا محتاجين ان احنا نغيره، ان احنا لازم نوصل بالفاليو بتاعتنا نوصل لها في نفس الوقت الايفورت ما يعلاش زين عن اللازم قوي، اللي هو في الاخر انا محتاج يعني 5 بيراجعوا على بعض الشغل اللي هم عملوه. الكلام ده مش منطقي ولا في الشركات منطقي، الكلام ده مش صح. انا محتاج اوصل عند مستوى معين خلاص، لغايه ان اقول لك وقف كمل، خش على بعده، خش على اللي بعده عشان اقدر انجز الشغل في الوقت اللي انا عايزه. لان العوامل كتير جدا، مش بس عوامل الكواليتي للكود، الكلام ده ملوش اي علاقه بالشركات ولا بالشغل الواقعي. الشغل الواقعي بيقول لك لا، ده انت عندك 100 عامل تاني غير العامل بتاع جوده الكواليتي بتاعت الكود. احنا بنتعلمها واحنا شغالين عشان نوصل بالبرفورمانس كويس بشكل كتابه كويس لكن مش معنى كده ان احنا نضيع وقتنا كله في دي. غلط، هتلاقي نفسك فشلت في الشركات، تلاقي نفسك شغال كويس ومبرمج كويس ومش عارف تنجح في الشركات، ولا عارف ترجع حتى على المستوى ال 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 الفريلانسنج حتى، انك بتاخد بالدايه او بتاخد شغل مثلا معين بتلاقي نفسك بتطول جدا والعائد مش حلو على حجم الشغل اللي انت بتعمله، وفي الاخر العميل بتاعك مش مبسوط لانك بتتاخر عليه، فانت فشلت بسبب مفهوم خاطئ اتبنى جوه مخنا بسبب ناس بتتكلم وخلاص. لا، احنا في بناء السوفت وير عندنا مليون حاجه، عندنا مليون مشكله اخرى غير الكواليتي بتاعت الكود. عندنا مشاكل اصلا، عندنا مشاكل للايرورز. انت ممكن تبقى مبرمج وقفلت وعملت كواليتي الكود وكاتب 100 وبتاع، واودي الكود بتاعك للتستنج، التستنج يقول لي ده ما قفلش كذا، ولما بدخل كذا بيطلع ايرور، ولما بعمل كذا وانت اصلا كنت فاكر ان انت طلع السماء، تلاقي نفسك محبط، ايه ده؟ وانا كل ده اخطاء، انا ما كنتش عامل حسابي انه ممكن يدخل غلط، انا ما كنتش عامل حسابي انه ممكن يعمل كذا، مش عامل. وقف بقى ونقعد بقى نعيش مع ناس مبتدئين وفشل ذريع وشركات بتقفل بسبب افكار مبنيه غلط في مخنا. افكار في الاصل مبنيه غلط في مخنا. فالموضوع مش كده. موضوع انا بيبقى عندي الشركه عندها التزامات ماديه. خلاص؟ انت لما بتخلص الشغل في شهرين غير ما تخلصه في 3. 3 يعني اديتك 3 مرات المرتب، مرتين اديتك مرتين المرتب، هو انت بتوفر على شغل. ثانيا العملاء دايما بيبقوا مستعجلين على شغلهم، دايما مستعجلين على شغلهم. فانت مسافة ما انت اخرتني بتنزلني على شرط جزائي، بتخسرني فلوس. تمام؟ في نفس الوقت الكواليتي اوف كود اللي انت عمال توصل بها للبرفكشن، انت ما بتعرفش توصل للبرفكشن، ومحدش بيعرف يوصل للبرفكشن. فانت بتجري ورا حلم غير متواجد بالمره. انا ما بتكلمش الكلام ده على الكود، الكلام ده في كل حاجه في الحياه، مش حد بيوصل للبرفكشن. سيبك انت من الكلام الفارغ والاحلام الورديه دي، مش حد يوصل لكده. احنا بنشتغل على سيستم اكبر سيستمز في العالم موجوده فيها اخطاء. هتشتغل مع يعني يمكن الشركه من اكبر الشركات الكبرى اللي بتشتغل في مجال الكوميرشال ابلكيشنز زي اوراكل مثلا. اوراكل بتشتغل ابلكيشنز زي كده، بتشتغل ابلكيشنز للفنادق، بتشتغل ابلكيشنز للحسابات، بتشتغل ابلكيشنز للاي ار بي سيستمز، فهي عشان كده بنسميها كوميرشال يعني. غير مثلا جوجل ما تلاقيش الحاجات دي موجوده مثلا. فالكوميرشال ابلكيشنز اللي هي بتاعت السوق فعلا عندنا مشاكل كتير جدا معاهم. او افكار مش متقفله في البيزنس وبنضطر نقفلها، وفي اخطاء بتطلع في حالات معينه وفي مشاكل وفي كتير. ليه؟ لان ده السوق، هو ده انت جوه البيزنس وجوه الشغل وجوه قلب السوق بالفعل. فهمتني؟ غير لما اكون بتكلم وبنظر من بعيد وكلام فارغ، او بتكلم على 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 فيسبوك مثلا. فيسبوك ده يعني سوشيال ميديا، ده مش ابلكيشنز كوميرشال عشان نقدر نتكلم عليها بالشكل ده، وابلكيشنز تضحك على ناس كتير فيها عشان توصل للمستوى ده يعني. يعني حتى الناس كانت بتعمل تيستنج ببلاش ده يعني، وما فرحانين عشان هيكسبوا بس، والناس فرحانه وكله بيهز، كانوا هم المفروض يدفعوا للناس دي كلها فلوس بس يلا هيسرقوا ولعبوا وكلام فارغ من ده وبيجحوا طرق.
وبينجحوا فيه، مش مشكله. لكن لكن في الاول وفي الاخر هو ما بناش كده. بص على الدول الاجنبيه والشركات الكبرى، مايكروسوفت، اوراكل، جوجل، ساب، اس اي بي، اي حاجه من الحاجات الكبرى، هتلاقي عمرهم ما طلعوا ببرنامج مره واحده. فيرجنز عمال يطلع فيرجن، وتلاقي الفيرجن ده تعبان في 1 2 3، تلاقي فيرجن ثاني في 1 2 3 4 5، تلاقي فيرجن رابع، فيرجن 10، وفيرجن 20. طلع لي كده في الوطن العربي كله فيرجن 10، صح ولا ايه؟ انا معاك صح. انا على فكره انا مستفيد جدا بالكلام اللي حضرتك بتقوله، ويعني دي حاجه كويسه قوي، يعني انا خدت معلومات كتير. تمام. في حاجه كمان اخيره انا هكلمك عليها، اللي هي الكروس، لما بنكون جايين للفهم والقيمه، الفهم والقيمه، خلاص. الكروس ده بيحصل ان انت اثناء ما بتاخد بروجكت، عشان هو فاضل دقيقتين فانا هقول المعلومه المفيده دي كمان عشان هي ريليتد باللي احنا بنقوله. اللي بيحصل ان انت بتفهم السيستم المطلوب منك بعد وقت، تاخد وقت، يعني انت يعني فعليا مع الوقت، لو ده الكيرف بتاع الوقت، هتلاقي نفسك كل ما بتاخد وقت اكتر بدات تفهم السيستم متاخر، يعني بنفهم السيستم بتاعتنا متاخر. يعني انا جبت لك مثلا في شركه بترول طالبه مني شغل، فتعالى معايا محمد المرزوق بس هتعمل الشغل ده، هتقول لي ماشي، هتبدا تخش من اول يوم عايز توصل لاحلى حاجه، وده اكبر غلط، لان اقل يوم انت فاهم فيه السيستم هو اليوم الاول. اقل يوم انت فاهم فيه السيستم اليوم الاول. في نفس الوقت عايز توصل لكل الاعدادات والاستراكشر السليم ال 100 اللي ما بيتغيرش وبيمشي معايا في كل الاحوال، وانت في اول يوم وانت مش فاهم حاجه. فاهم ازاي؟ بعد شهر بتلاقي نفسك ده في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا. بعد شهرين وفي كذا وفي كذا، وبتزود بتزود، عمال تفهم مع الوقت. وبنيت كل الشغل الجامد، الاصل تحت، بنيته في اول يوم. عكس تماما، انت عمال تعلى كده في الفهم، خلاص، ونازل كده الشغل وانت بتسلم، فبتلاقي نفسك ما بتطلعش سيستم في الاخر، مع بذل المجهود والتعب و ما بتطلعش سيستم. ليه؟ لان كان فكرك غير فكر السوق، باني في افكارك وفي دماغك حاجات غير واقعيه. انت لازم تبدا اي سيستم تبدا بالراحه واجزاء صغيره، وعيد ولخبط كتير، ما يهمكش، ما تخلي جهدك كله في الاخر مش في الاول. بنبدا نبني حاجات بسيطه، حاجات بسيطه تقول لي طب ما ده هيتكرر، مش مهم، اصبر بس، اصبر. وبنبدا نشتغل كده، وبنقسم اجزاء صغيره، وكل جزء صغير بنخلصه لوحده، وبنجمع واحده واحده، بنلاقي نفسنا بدأنا نفهم في الآخر أكتر، والرؤية قدامنا كلنا كشركة بتتضح في الآخر أكتر. يعني البيزنس بيوضح في الآخر، مش بيوضح في الأول. الناس بتبدأ تتفق وتعمل كل اتفاقاتها وكل شغلها وكل الاستراكشر وكل حاجة في الأول. إمتى؟ وقت هما مش فاهمين حاجة. تحين إن الناس، الكلام ده على فكرة الكلام ده مش من كيسي، يعني مش من دماغي، يعني لأ، هتلاقي يعني مثلا لو دخلت ولو في حد في الشركة متقدم شوية هتفهم ده، ان ده ليه مناهج علميه، مش تاليف الشخصي.